أهلا بحضراتكم مرة تانية، جولة إخبارية للأحداث اللي حصلت في مصر في الساعات الأخيرة بنفكر حضراتكم بيها. كان من ضمنها طبعا عدة أخبار عاجلة في الساعات الماضية. وزيران المالية والتضامن الاجتماعي بيعلنان موافقة الحكومة على صرف علاوة لأصحاب المعاشات بنسبة 10% من إجمالي المعاش، والتنفيذ من بداية شهر يناير اللي جاي إن شاء الله. أعلن وزير المالية الدكتور أحمد جلال والتضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي موافقة الحكومة على منح أصحاب المعاشات علاوة خاصة من شهر يناير بنسبة 10%، وأشار بيان مشترك للوزيرين إلى زيادة عائد السندات المصدرة من وزارة المالية لصالح التأمينات الاجتماعية 9%، بما يحقق عوائد إضافية لصناديق التأمينات الاجتماعية ويعزز من مواردها المالية. تاني خبر كان خاص ببيان أصدرته رئاسة الجمهورية تعقيبا على أخبار تم تداولها في الفترة الأخيرة في عدد من وسائل الإعلام. والبيان بيقول: لا صحة لما نشر حول اتصال الدولة مع فصائل وجماعات تتخذ من العنف أسلوبا وطريقا لها لفرض إرادتها. أكدت رئاسة الجمهورية عدم صحة ما نشر في بعض وسائل الإعلام حول اتصالات تجري مؤسسات الدولة مع فصائل وجماعات تتخذ من العنف أسلوبا لفرض إرادتها. وشدد بيان لرئاسة الجمهورية على أنه لم يتم إيفاد أحد أو توكيل أحد لإجراء اتصالات مع فصائل وجماعات تتخذ من العنف أسلوبا لفرض إرادتها. طبعا جامعة الأزهر بتشهد عدد من ارتباك نظرا لبعض المتطلبات الخاصة بالدارسين في جامعة الأزهر، وكذلك بعض الاشتباكات نتيجة اختلاط الأمور ببعضها واختلاط العملية التعليمية بالمواقف السياسية. رئيس جامعة الأزهر بيؤكد انتظام الدراسة بجميع الكليات، وشيخ الأزهر بيدعو الطلاب للالتزام بطلب العلم. وأكد الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر انتظام الدراسة بالجامعة، وأن الدراسة لم تتعطل في أي كلية. وأوضح رئيس جامعة الأزهر في تصريحات لسي بي سي أن الطلاب لم يستجيبوا لدعوات طلاب الإخوان بتعليق الدراسة في الجامعة، مشيرا إلى أن مظاهرات اليوم كانت محدودة مقارنة بالأيام السابقة وما حدث فيها من مظاهرات. من جانبه دعا الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر طلاب الجامعة إلى الهدوء وإلى الالتزام بآداب الإسلام في طلب العلم والاهتمام بالتعليم والدراسة حتى يتمكنوا من الإسهام في بناء الوطن. والصورة اللي معانا دلوقتي لقطات خاصة لنا لأحداث جامعة الأزهر النهاردة. طبعا الأعلام الصفراء واضحة في الصورة، والصورة بتتكلم وبتشرح نفسها. السياسة طبعا بتلقي بظلالها على جامعة الأزهر وعلى العملية التعليمية. جامعة الأزهر الحقيقة شهدت تعطيل للدراسة ما بدأتش مع باقي الجامعات، وكان رئيس الجامعة بيقول الأستاذ الدكتور أسامة العبد بيقول إنه التعطيل ده بناء على الظرف الأمني اللي يجب أن يكون هادئ ومستقر قبل دخول الطلبة لجامعة الأزهر. واضح طبعا إن الأمور خرجت عن المطلوب والمنشود من المشهد الأمني لبداية العملية التعليمية. وكان في مطالب أخرى خاصة بتسكين الطلبة المغتربين في القاهرة، والمشكلة دي الحقيقة كانت في جامعات أخرى، ولكن الصورة طبعا بتوضح إنه الأمور سياسية سياسية. حادث الوراق طبعا ردود أفعاله لازالت مستمرة في الشارع المصري، هناك رفض، هناك اعتراض واحتجاج على ما حدث في كنيسة الوراق.
في وقفة احتجاجية لاتحاد شباب ماسبيرو أمام مجلس الوزراء للمطالبة بمحاكمة المتسببين في حادث الوراق. اتحاد شباب ماسبيرو نظم النهاردة الظهر وقفة رمزية أمام مجلس الوزراء، الوقفة للتنديد بالحادث اللي تعرضت ليه كنيسة العذراء بالوراق أول امبارح، وطالب المشاركون في الوقفة بضرورة محاسبة جميع المتهمين في الأحداث الطائفية اللي بتضر المجتمع. الحادث طبعا حادث أليم، زي ما بدأت النهاردة اليوم، المصاب كبير وواحد، الهم والحزن واحد. تعازينا للإخوة المسيحيين من بعد 30 يونيو. كان في أكتر من موقف ومشهد بيبين أنه الإخوة المسيحيين وصلاء لهذا الوطن. أرين الموقف والحادث إن شاء الله يعني لن ينيل أي أحد من مراده، مش هيبقى فيه أي أوهام ممكن أنها تتحقق، مش هيبقى فيه أي فتنة في وطن المسلمين والمسيحيين في بتربطهم علاقة قديمة وجذورها قوية. هنتابع دلوقتي التقرير الخاص بما حدث النهاردة أمام مجلس الوزراء. بعد يومين من الاعتداء الغاشم على كنيسة الوراق بالجيزة والذي راح ضحيته 4 ضحايا و18 مصابا، معنا لبحث المزيد من أو إلقاء المزيد من الضوء على الوقفة الاحتجاجية التي نظمها اتحاد شباب ماسبيرو من أمام مجلس الوزراء المتحدث الرسمي باسم الحركة الأستاذ نادر شكري. أستاذ نادر، عايز أعرف من حضرتك، طبعا الوقفة كانت رسمية لحد امبارح، عايز أعرف إيه اللي حصل وإيه اللي استجد على الساحة؟ الحقيقة كان في دعوات حشدة للوقفة، لكن يعني حصل انه بعض الاخوان او اسرار الاخوان دعوا لي المشاركة في هذا اليوم للاحتجاج ضد الحكم العسكر، فخشينا ان يتم استغلال الامر في الصراع السياسي اللي داير بينه وبين النظام، وبالتالي خليناها حدينا منها انها وقفه رمزيه حتى تتكرر الاحداث اللي حصلت امام ماسبيرو في ذكرى احداث ماسبيرو، ويتحول الامر الى عنف مره ثانيه. ايه المطالب اللي دعت ليها الحركه علشان تقف النهارده وقفتها الاحتجاجيه؟ المطالب حقيقة انه عدد من المطالب، اولا هي صرخة ضد الاحداث اللي بتحصل، العنف ضد الاقباط المستمر، وما زال الاقباط بيدفعوا الثمن للمتغيرات السياسية اللي حصلت نتيجة ثورة 30 يونيو، واحنا بنطالب طبعا باقالة وزير الداخلية، وده امر يعني مفروغ منه انه لازم يتم محاكمته ايضا على التقصير الامني اللي حصل. اعتقد وزير الداخلية احنا كان لنا احتجاج عليه في استمراره في هذه الحكومة، لانه هو كان جزء من النظام السابق، نظام الرئيس المعزول، وشارك في مذبحة الاتحادية واحداث القدرائية واحداث الخصوص، وبالتالي فعلى رئيس الوزراء ان يحترم إرادة الشعب في إقالة هذا الوزير كجزء من الترضية لأسر الضحايا اللي سقطوا بأول أمس. دلوقتي معانا فيلم تسجيلي خاص بالقوات البحرية المصرية، هنتابع الفيلم ده وهنتابع التغطية الإخبارية لكافة الأحداث في الشارع المصري وكذلك التطور الميداني، بننقله لحضراتكم أولا بأول من خلال مراسلينا ومن خلال أخبارنا ومن خلال مداخلاتنا الهاتفية مع دينا عبد الرحمن بعد أذان العشاء. شكرا لحضراتكم على المتابعة.